ودعني اللجوء، حان وقت الرحيل من لبنان والعودة إلى الحضن الدافي في البلد الأم سوريا. كان هذا حلم اللاجئين السوريين في لبنان عندما يسقط نظام الأسد وتنتصر ثورة الشعب السوري، لكن ما حدث كان مؤلما، فهي عودة قسرية إلى سلطان المجرمين برعاية الحكومة اللبنانية التي تديرها ميليشيا حزب الله وبتآمر دولي. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشيل عون أعلن توصل بلاده لقرار ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وعودتهم إلى مناطقهم التي يسيطر عليها نظام الأسد في سوريا متذرعا بذرائع واهية. ذات المناطق التي هجروا منها منذ أكثر من 10 سنوات بعد تعرضهم لشتى أنواع الإجرام. صمت مريب للأمم المتحدة إزاء ما يحاك للاجئين في لبنان. 1.5 مليون لاجئ سوري ينتظر غالبيتهم اليوم مصيرا مجهولا بعد قرار الحكومة، وبذلك تكون الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حياة أولئك الناس. فما الذي دفع لبنان لترحيل اللاجئين؟ ولماذا لم تتحرك الأمم المتحدة لحماية حقوقهم؟ هل تحول نظام الأسد لحمامة سلام لاستقبال اللاجئين؟ من الضامن لسلامة المرحلين في ظل الإجرام اللامتناهي لدى ميليشيات الأسد؟ أهلا ومرحبا بكم وإلى ملفات الشائكة. وحده تفاهمنا المبني على الدستور مكر لميليشيات الأسد وحزب الله أحيق باللاجئين السوريين في لبنان، ترجمته الحكومة اللبنانية صراحة. فدون شرعنة أممية واحترام لمواثيق اللجوء ومعاييره، حسم لبنان الأمر بشأن اللاجئين على أراضيه، وأعلن عن موعد رسمي للبدء بإعادتهم إلى سوريا على شكل دفعات متتالية، بعد تهديدات تواترت على ألسنة الساسة اللبنانيين بشأن أضرار السوريين على الدولة في مختلف الأصعدة. هذه المرة انبرى الرئيس اللبناني ميشيل عون لإعلان موقف لبنان حول قضية اللاجئين، حيث أفاد بأن بلاده ستبدأ بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل. ويأتي هذا القرار بعد حملات من التضييق على السوريين في لبنان تجسدت معالمها بمهاجمة مخيماتهم وحرمانهم من أدنى حقوقهم الاجتماعية والصحية والتعليمية، لإجبارهم على الخضوع لخيار العودة إلى حضن نظام الأسد رغم وجود مخاوف أعربت عنها منظمات حقوقية وفعاليات سورية ودولية إزاء التحركات اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في ظل وجود نظام الأسد الذي يستغل أصغر الفرص للانتقام من معارضيه بأساليب مختلفة، لعل أدنى درجاتها الزج بهم في السجون وتغييبهم قسريا. وربما تستغل عصابة الأسد عودة اللاجئين لتلميع صورتها عالميا وتصوير المنطقة على أنها آمنة لعودة اللاجئين لتحصيل مكاسب سياسية واقتصادية. وعلى الرغم من عدم توفر بيئة آمنة وخصبة للعودة، يقرر لبنان إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم متجاهلا ما ينتظرهم من مصير يعرفه القاسي والداني. ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه هنا، فيما إذا كان المجتمع الدولي سيتحرك قبل فوات الأوان، أم أنه سيترك الآلاف من هؤلاء النازحين لقمة سائغة يرمي بها لبنان إلى مجرمي الحرب في سوريا؟ بسم الله، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين الكرام. وفي البداية أرحب بضيفي الدكتور والمحامي طارق شندب من بيروت. مرحبا بك دكتور. حياتي إلك. حياك الله دكتور. دكتور، لو بدأنا يعني بماذا تذرعت الحكومة اللبنانية عند قرار ترحيل السوريين إلى مناطق عصابات الأسد؟ للأسف أن تكون عملية ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان هي ملف أساسي للحكومة اللبنانية وللقوى السياسية اللبنانية تتذرع به في كل مرة لمعالجة المشاكل الداخلية. الحكومة أجمعت على وجوب ترحيل اللاجئين السوريين، رئيس الجمهورية، مختلف الأطراف السياسية تعتبر هذا الملف ملفاً أساسياً لها، وكأن البلد يعني ليس فيه إلا ملف اللاجئين السوريين. بالرغم من أن ملف اللاجئين يجب أن لا نخفي على أحد أنه ملف أساسي، ولكن ليس بالملف الذي يؤثر على سير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان. للأسف هذه العودة أو الإجبار على العودة للاجئين هي عودة غير قانونية، غير طوعية، لا تلتزم مع القانون الدولي، وهي مخالفة
للاتفاقيات الدولية وللقرارات الدولية وحتى مخالفة لقرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وبالتالي هذا الملف هو ملف سياسي بامتياز تهدف. طيب دكتور طارق، إذا كان هذا الأمر لا يتناسب مع السياسات الدولية، كيف لماذا يعني نرى صمت دولي حيال أن يعني تعيد مهجرين لاجئين سوريين هربوا من بطش نظام مجرم بهذه الطريقة القسرية إلى حضن النظام المجرم؟ يعني أين الدول، أين الأمم المتحدة؟ هناك عدة قرارات للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وللمفوضية السامية المختصة بشؤون اللاجئين استنكرت وأنكرت على الدولة اللبنانية هذه العودة، ولكن للأسف يبدو أن الحكومة اللبنانية لها أجندة خاصة. هنا يجب أن نفرق بين عدة أمور. أن اللاجئ السوري في لبنان موجود بلبنان ليس لأنه فقط هرب من نظام بشار الأسد، بل بفعل ميليشيا لبنانية إرهابية ذهبت إلى سوريا وشارقت بقتل وذبح وتهجير وتشريد اللاجئ السوري. إذن هناك حوالي 60% من اللاجئين السوريين في لبنان هم مناطق صير وريف حمص وريف الزبداني وريف دمشق. هؤلاء مناطقهم حتى هذه اللحظة ما زالت محتلة من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني. أضف إلى ذلك هؤلاء إذا عادوا إلى سوريا سوف تقوم تلك الميليشيا بقتلهم وذبحهم، وهناك سبقهم من عاد إلى حضن نظام بشار الأسد وإلى حضن الميليشيات الإيرانية وحضن ميليشيا حزب الله وتم قتلهم، ومنهم من اختفى ومنهم من مات تحت التعذيب. ولذلك الأولى بالحكومة اللبنانية أن تسحب تلك الميليشيات اللبنانية التي ذهبت على مرأى ومسمع من الحكومة اللبنانية، وأن بعد ذلك تطالب هؤلاء اللاجئين بالعودة إلى مناطقهم المحتلة من قبل تلك الميليشيا اللبنانية. نعم. طيب دكتور طارق، ما هي المكاسب التي يمكن أن يجنيها نظام الأسد من عودة اللاجئين بهذه الطريقة القسرية؟ يعني حتى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير شؤون المهجرين في لبنان إلى نظام بشار الأسد منذ شهر تقريبا، وكان هناك اتفاق على أن يعود 15,000 لاجئ سوري كل شهر، كان هناك رفض من قبل نظام بشار الأسد. ولكن هناك من يحاول يعني أن يقول أن المنطقة السورية أو القادة على نظام بشار الأسد هي أصبحت منطقة آمنة، وأن العالم أن يعرف أن هذه المنطقة أصبحت آمنة، وهو نوع من موجب الاعتراف بسيطرة بشار الأسد على هذه المناطق، وهو أمر غير صحيح، لأن معظم الدول الأوروبية بما فيها الدنمارك وهولندا وحتى الأمم المتحدة اعتبرت أن العودة غير آمنة. تقرير أمنستي وهيومن ووتش وغيره من التقارير الدولية لمنظمات قانونية دولية محايدة أكدت على اعتقال الكثير من الذين عادوا، وأكدت على أن الكثير منهم من مات تحت التعذيب عند عودته ومنهم من اختفى. الأولى بنظام بشار الأسد وبتلك المنظمات التي تستنكر هذه الإعادة أن تطلب من نظام بشار الأسد أن يفرج عن المئات الآلاف من المعتقلين والمغيبين قسرا. وبالتالي هذا النظام يحاول أن يفرض سياسة أمر واقع، ليس هو فقط وإنما هو والميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله وغيرهم. هم يريدون إجراء عملية تغيير ديمغرافي نجحوا بها، ويريدون أن يجبروا هؤلاء اللاجئين على العودة إلى مناطق أخرى ليست مناطقهم وليست قراهم وليست مدنهم، وهذا مخالف للقانون الدولي كما أشرت لك. نعم دكتور طارق، يعني من المعلوم أنه لا يمكن أن يكون شيء إلا بمقابل شيء آخر. اليوم على ماذا يمكن أن تكون قد اتفقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مع النظام المجرم حتى يعني تعيد اللاجئين السوريين بهذه الطريقة؟ ألا يوجد اتفاق بين هذا من النظام المجرم والحكومة؟ دعني أوضح أمر أساسي. نعم. ليس هناك حكومة في لبنان مستقلة، أي أن هناك حكومة أولا تخضع لنظام بشار الأسد من حيث خضوعها لميليشيا حزب الله، وهذا أمر معروف في لبنان، وبالتالي هي تنفذ أجندات وليست تعطي أوامر أو تفاوض، وهذا أمر يكون معروفا. ثانيا وهذا أمر أساسي جدا، أن تلك الحكومة المسماة الحكومة اللبنانية هي تتعامل مع موضوع اللاجئين حسب مطالب حزب الله، وبالتالي هذا الأمر ليس ماذا هي مصلحة لبنان أقول لك أو مصلحة الحكومة اللبنانية. نحن في لبنان نتحدث عن حوالي 1,250,000 لاجئ سوري. نعم. طيب هؤلاء يعتبرهم المسيحيون أنهم خطر على الوجود المسيحي وحتى على الوجود الشيعي في لبنان من حيث تركيب السكان
ومن حيث الأعداد ومن حيث الترتيب الديموغرافية، لأنهم معظم اللاجئين السوريين في لبنان إن لم نقل كلهم هم من السنة، فهم يخافون من عملية توطين حسب ما يزعمون. وبالتالي لبنان عدد سكاني 5 ملايين، نعطي 1.5 مليون لاجئ تقريبا سنة، هذا الأمر يخيفهم. ولكن هنا يجب أن نفرق بين عدة أمور. هناك لاجئين سوريين صحيح هربوا من نظام بشار الأسد وإرهاب الميليشيات الإيرانية والصفوية في سوريا، ولكن هناك أكثر من 500,000 سوري موجودين في لبنان يذهبون إلى سوريا ويعودون بمعرفة الأمن العام اللبناني والدولة اللبنانية ونظام بشار الأسد. وهؤلاء يشكلون حوالي نصف هؤلاء اللاجئين، وهؤلاء هم على علاقة تامة مع نظام بشار الأسد ويكونون يخرجون إلى سوريا. فالأولى بالدولة اللبنانية وبالأجهزة الأمنية اللبنانية أن تعيد هؤلاء، لأنه لا صفة لهم باللجوء، وبالتالي هؤلاء هم في معظمهم خاضعين لسلطة نظام بشار الأسد ويأتمرون بأوامره، كما يظهر من خلال الدخول والخروج على حواجز الأمن اللبناني دخول الحدود وغير ذلك. فبالتالي الأفضل أن يبدأوا بهم إذا كانوا جادين في إجبار اللاجئ السوري على العودة. ثم نرى بعد ذلك موضوع اللاجئين الآخرين، ولكن هي سياسة يهدف من خلالها الدولة اللبنانية الممثلة بالحكومة اللبنانية ونظام بشار الأسد إلى فرض أمر واقع أن النظام يسيطر على المدن السورية، أن هناك اعتراف دولي بسيطرة النظام، أن مناطقه آمنة، وأن الدولة اللبنانية تريد من خلال ذلك كذلك عملية ابتزاز للمجتمع الدولي بأنها تريد مساعدات. وهي كل خطابات المسؤولين اللبنانيين للأسف يحملون اللاجئ السوري أنه هو من سبب الأزمة الاقتصادية في لبنان، وأن اللاجئ السوري هو من سرق مليارات الدولارات التي سرقها المسؤولين اللبنانيين. أختم معك دكتور طارق، في يعني في حال تم هذا الأمر وأعيد هؤلاء المظلومون المهجرون السوريون قسرا من بطش نظام الأسد، من الذي يضمن سلامة هؤلاء المهجرين أو النازحين، خصوصا أن كثير من الشبان الآن يعني هم مطلوبون للخدمة الإلزامية في هذا الجيش الإجرامي، فضلا عن كون الكثير منهم قد شارك ممكن في الحراك الشعبي ضد هذا النظام، من الضامن، من يضمن سلامة هؤلاء ألا يتم اعتقالهم؟ لا ضامن لهؤلاء، والعودة القانونية أو الدولية الصحيحة تتطلب عودة آمنة وعودة إلى مناطق التي أخرجوا منها. وبالتالي كان هناك تصريح البارحة لوليد جملاط أعتقد الوزير اللبناني ورئيس حزب التقدم والاشتراك يتكلم عن أنه لا ضامن لهذه العودة، وأن هذا الملف هو ملف متاجرة سياسية بالأساس. هؤلاء اللاجئين هم بشر، هذا الملف يجب أن ينظر إليه كملف أساسي، أنه ملف إنساني قبل أن يكون ملف حقوقي وسياسي، ويجب أن ينظر إليه أنه ملف أخلاقي. نحن هنا يجب أن نفرق بين دول اللجوء. عندما تكلم عن دول اللجوء تركيا والأردن وسوريا وعفواً ولبنان، إنما تكلم في الوضع اللبناني بوضع مختلف. السوري التركي لم يتدخل ويقتل الشعب السوري، الأردني لم يتدخل ويرسل ميليشيات ويقتل الشعب السوري، إنما الدولة اللبنانية سكتت وحتى شاركت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع ميليشيات إرهابية لبنانية ذهبت وقتلت الشعب السوري. إذن عليها موجب أخلاقي وموجب قانوني بالتعويض على هؤلاء اللاجئين. هذا يختلف عن كل دول اللجوء، وهذا الأمر بحاجة لتدخل دولي لمعاقبة هؤلاء المسؤولين اللبنانيين الذين يتزرعون بأسباب سياسية واهية، ومنهم مسؤولين أمنيين وغير أمنيين، لمعاقبتهم على هذه الجريمة التي يقترفونها، وهي جريمة القتل العمد، وهم مشاركون في هذه الجريمة بصفة أو بأخرى مع نظام بشار الأسد وميليشيات حزب الله. هناك بعض المسؤولين اللبنانيين أمنيين وغير أمنيين يتحملون هذه المسؤولية، ومن هؤلاء المسؤولين من عليه موجب أفعال تقع عليه موجب الأفعال الجرمية توجب ملاحقته أمام القضاء الدولي عن هذه الجريمة البشعة التي يرتكبونها إن قاموا بإجبار اللاجئ السوري على العودة. وهنا لابد من توضيح أمر أخير أخي العزيز، أنهم يقولون أنها عودة طوعية وآمنة، ولكن الكل يعرف أنه في لبنان لا عودة طوعية لهؤلاء اللاجئين، بل عمليات ضغط أمني، ضغط سياسي، ضغط اجتماعي بطريقة أو أخرى، تارة عبر التوقيفات وطورا عبر نزع الخيام والمخيمات أو حرقها، ومرة أخرى عبر تجديد الخيامات وبأساليب مختلفة
لا تأتلف مع القوانين الدولية وتتعارض مع حقوق الإنسان. نعم، شكرا لك الدكتور والمحامي طارق شندب، كنت معي من بيروت، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المشاهدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.